السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الدرس راح أتعلم شلون أدخل بيانات إدخال جزئي وليس كلي، يعني مجرد ما أنطي insert. بالدرس السابق أنطيت insert into اسم الجدول و values وأنطيت القيم. لا، أنا أريد هالمرة راح أسوي إدخال جزئي. أنطي أول شيء الراو اللي أنا أريده. خلينا نشوف شنو الراو الموجود عندنا. مجرد ما أقول الديسك عليه هذا أنطي الراو، وانا ادخل بيانات باللي يعجبني اني. يعني هسه ايش راح اقول له؟ insert into اسم الجدول اللي هو علي، وانطي القيم اللي انا اريدها. النيم اول واحد، وثاني واحد اريد ادخل id. مثلا ما اريد ادخل اول واحد id، اريد ادخل ثاني واحد. ايش اقول له هنا؟ راح اقول له values يساوي القيم هذه. يعني اول شيء النيم راح اخلي بين سنجل كوتيشن علي، وثاني شيء اريد ادخل اثنين بالاي دي. هنا اذا دخلت هذه الاثنين حطيتها بالبدايه، فهو راح يحسبها انه على هاي، ياخذ كل كولوم منها يخليه بكولوم منها. المساويات لازم المفروض. اما اذا اريد بالادخال الجزئي، عفوا بالادخال الكلي، من اريد الطريقه السابقه، لازم اكتبهم بالتسلسل حسب الكولومات مال الجدول. اما هنا حسب كل كولوم اعطيه. يعني بالبدايه اعطيت النيم، لازم ادخل النيم. اعطيت الاي دي، لازم ادخل الاي دي. هسه لو اجي واقول له انتر، لاحظ اريد اعرض البيانات. مجرد شو اقول له؟ قلنا select star from اسم التيبل علي. بهذا الشكل انعرضن بيانات اللي انا دخلتن. هاي طريقة الادخال الجزئي والكلي. هسه اجي على طريقة الابديت. لو اجي انه انا دخلت هسه عندي اثنين وعلي، واريد احدث مثلا هذا انا دخلته بالخطأ، واريد اسوي حسن، شلون اقدر احدث هذا؟ فايش راح اقول له؟ اقول له ابديت، اعادة الابديت. مجرد ما اقول له ابديت، انطي اسم التيبل اللي هو علي، واقول له سيد. شو اريد اغيراني؟ اريد اغير النيم. اقول له نيم يساوي حسن، غير النيم، دخل النيم الى حسن. اذا كان راح اخلي له شرط، اذا كان وير معناها شرط، اللي هي نفس الاف اذا كان والسويتش، وير ايضا شرط. اذا كان يعني وير الاي دي مالته يساوي 2، او النيم مالته اسمه حسن. بهاي الطريقه هسه راح اقول له، مجرد ما اقول له انتر، هنا ظهر لي خطا. ليه ظهر لي خطا؟ هسه لو ارجع عليه، ان هنا على النيم دخلته ما خليت سنجل كوتيشن. قلت لكم اي شيء من نوع فار كار او كار لازم اخلي له سنجل كوتيشن بهذا الشكل. عفوا، وير اذا كان الاي دي يساوي 2. مجرد ما اقول له انتر حدث لي عليه. هسه اريد اعرضه، راح لاحظ طريقه العرض. لاحظ غير لي انه 2 والنيم سوالي اياها حسن. واقدر بالعكس ايضا، اريد اقول له سوي لي الاي دي مالته 2 وير بهذا الشكل، وير اذا كان اسمه نيم يساوي علي، او هنا يساوي حسن، لان احنا غيرناه باعتبارنا الى حسن، يساوي حسن. اقول له انتر، راح عدل لي عليه. سواء الاي دي مالته 2، هنا اصلا الاي دي مالته هو 2 صاير، فخليه 4 عدل لي عليه. هسه مجرد ما اقول له select، شوف لاحظ الاي دي صار 4 والنيم صار حسن. هذه هي طريقة الابديت على البيانات. هنا ايش راح ناخذ؟ اذا اريد احذف هذا الراو، شلون راح اقدر احذفه؟ راح احذفه بطريقة المود دروب. دروب يستعمل ويا الجداول. قلنا هنا قاعد اتعامل انا ويا بيانات ويا اعازات ال DML، فراح استخدم الديليت بهذا الشكل. ديليت فروم، راح اقول له فروم علي، من جدول علي وير، اذا كان يعني احذف لي انه هذه البيانات اذا كانت مالتها انه اي راو اطي راح ياخذه. انه اذا كان مثلا الاي دي يساوي 4، احذف لي هذا الراو اللي الاي دي مالته يساوي 4. مجرد ما اضغط انتر،
هنا ظهر لي خطأ، راح نشوف شنو هذا الخطأ. هنا بس كلمة ديليت بهذا الشكل وقلنا انتر. لاحظت لو اجي اعرض قال لي نو راف سيلكتد، اريد اعرض بيانات الجدول قال لي نو راف سيلكتد، يعني لا يوجد هناك بيانات داخل هذا الجدول. لان انا سويت له حذفتها بهذا الايعاز ديليت فروم، احذف لي هذا الجدول. ديليت معناها حذف بيانات، يعني راو، احذف لي راو من هذا الجدول اذا كان الاي دي مالته يساوي 4. سوى هو حذفه وانا ما عندي بس هذا الراو، فلما نجي اريد اظهر كل البيانات اللي فيه اللي نو راوز، يعني لا يوجد اي بيانات عفوا داخل هذا الجدول. هاي هي طريقه الحذف والابديت وطريقه الادخال الجزئي، صارت واضحه ان شاء الله. واي سؤال يقدرون يسالوه بالكومنت اسفل الفيديو. شكرا لمتابعتكم.